بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة نبدأ مع بعض محاضرة جديدة في الكورس بتاعنا، كورس الـ PMP Project Management Professional، الدورة التحضيرية لاجتياز اختبار إدارة المشاريع الاحترافية. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض دومين جديد، وهو الدومين رقم 2، دومين البروسيس، دومين العمليات، وده عليه في الامتحان الدولي 50%. دومين مهم جدا جدا جدا، هنفضل نتكلم فيه لحد المحاضرة القبل الأخيرة. الدومين ده بيحتوي على 17 تاسك، 17 مهمة، ده ترتيبهم حسب الايكو الاكزام كونتنت اوتلاين، ولكن تم اعادة ترتيبهم بالطريقة دي، طريقة افضل، اسهل، سلسة في الفهم، وفي الاخير هيتم شرحهم 17 مهمة. نبدأ مع بعض نتكلم على اول مهمة، بتتكلم على Determine Appropriate Project Methodology, Methods and Practices، تحديد المنهجية او الاسلوب اللي احنا هنتبعه في المشروع. طبيعي جدا في مراحل مبكرة من المشروع لازم نبدأ نحدد الطريقة اللي احنا هندير بيها المشروع بتاعنا. يا ترى هندير المشروع بطريقة الاجايل ولا البريدكتيف ولا الهايبر؟ طبعا ده بيعتمد على نوع المشروع، وضوح المتطلبات او نطاق المشروع ولا لا. فلو المشروع كان فيه غموض، كان فيه تعقيدات كتيرة، واضح كده ان هيتم فيه تعديلات كتير، العميل جاي لك مش عارف هو عايز ايه بالظبط، الاند برودكت المنتج النهائي مش واضح من البداية، فهنتبع الطريقة او الادارة الرشيقة اللي هي الاجايل، او اللي بيسموها التشينج دريفن، لان هنا التغيير هو اللي هيمشينا في المشروع. يجب اشراك العميل كل شوية، تعرض عليه الجزء اللي خلصته، تاخد الفيدباك لو في تعديل او تغيير، فويلكم تو تشينج، اهلا وسهلا بالتغيير، دون بقى الايه انك تدخل في تعقيدات طلبات التغيير زي المشاريع التقليدية. انما لو مشروعك كان واضح من البداية، السكوب محدد، مشروعك اتعامل منه قبل كده كتير، هتقدر تعمل خطة من البداية تمشي عليها اثناء التنفيذ. اي تغيير هيتم عن طريق طلب تغيير رسمي، المنتج بتاعك واضح، الامور تمام، فهنا هندير المشروع بالإدارة بالطريقة التقليدية الووترفول، اللي هي البريدكتيف او التراديشنال او البلان دريفن. بلان ليه؟ لان هي طبعا بنعمل بلان بنمشي عليها. لو كان المشروع ميكس، يعني جزء من المشروع هديره اجايل وجزء ووترفول، فكده هنتبع الطريقة الهجين او الهايبرد. وطبعا سبق وشرحنا ووضحنا الفرق بين الطريقتين، الفرق بين الوترفول والاجايل. في الوترفول بنمشي على فيزس، مرحلة تسلم مرحلة تسلم مرحلة تسلم مرحلة، وفي النهاية بنطلع البيج اوتكم، بنطلع الكوبري في النهاية، بنطلع الفيلا في النهاية، بنطلع المستشفى في النهاية. انما الاجايل بقطع المشروع كاجزاء صغيرة شبه كده، اعتبره مشروع صغير، بنمشي على سبرنتات او اتريشنز، سبرنت رقم 1 2 3، كل سبرنت بطلع جزء من المنتج يتسلم للعميل، اخد فيدباك وارجع اشتغل في السبرنت التاني، وهكذا وهكذا وهكذا. فامتى اختار الاجايل؟ مناسب لاي مشاريع؟ مناسب لمشاريع السوفت وير بروجيكتس، المشاريع اللي فيها تعديلات كتير، المشاريع اللي مثلا مشاريع ريسيرش وهكذا. ممكن اجزاء من مشاريع الكونستراكشن، اجزاء بسيطه مثلا بتعمل تصميم معين، بتعمل حاجه. فالاجايل بيكون مناسب مع المشاريع اللي التغيير فيها بيكون ايزي، سهل ومش مكلف، نوت كوستلي، مع المشاريع اللي فيها تعقيدات عاليه، كومبلكس، اللي بيكون فيها الاند برودكت المنتج النهائي نوت نون، يعني مش واضح قوي، والفيدباك بتاع العميل فيري فاليبل، مهم جدا. انما البريدكتيف
يتناسب مع اي مشاريع، مع مشاريع اللي التغيير فيها مكلف very expensive، ما زي مثلا مشاريع الكونستراكشن. مش هينفع بعد ما اطلع بالدور الرابع تقول لي عدل لي في الاساسات او عدل لي هنا او عدل لي هنا او عدل لي هنا، موضوع مكلف جدا. يتناسب مع المشاريع اللي انا عملت منها كتير قبل كده، سيميلر، عندي منها سيميلر بروجكتس نفذتها ان ذا باست، والهايبرد اللي هي الهجين ما بين الاجايل والووترفول. وطبعا في عندنا اتريتيف وانكريمنتال، سابق شرحناهم قبل كده، الاثنين دول لو ضمناهم مع بعض بيدينا موضوع الاجايل. تمام تمام. ممكن تبقى قاعد في انترفيو وتتسأل السؤال ده، يقول لك ايه الفرق ما بين البيزنس نيد والبيزنس كيس والبيزنس فاليو، يا ترى ايه الفرق بينهم؟ ما ينفعش ما تبقاش عارف، يعني مهم جدا تبقى فاهم الفرق بينهم. تعال كده ادي لك مثال عملي عشان يوضح لك القصه دي، الفرق بين البيزنس نيد والبيزنس كيس والبيزنس فاليو. دلوقتي احنا مثلا بنك، البنك الاهلي مثلا، يعني البنك عنده مشكله، في فرع من الفروع زحمة جدا، الدنيا الناس زعلانة، الناس عشان تعمل معاملة بيضيعوا نص اليوم، فالعملاء بدأوا يمشوا يروحوا بنوك تانية، فالبنك عنده مشكلة كبيرة كده، بدأ يفقد عملاء. فكده البنك عنده مشكلة، فاتخلق عنده نيد، بقى عنده نيد او احتياج لحل هذه المشكلة. فالبيزنس نيد هو تحديد المشكلة، انا اعترفت ان عندي مشكلة لازم ابدأ اشوف حل ليها. فهيبدأ البنك يشوف، هيجيب مثلا محلل اعمال بيزنس اناليست، تعالى شوف لنا الدنيا فيها ايه، حط لنا سوليوشنز، حلول. محلل اعمال بدوره بقى هيجي يقيم الوضع، يطبق بقى ويعمل SWOT analysis، تحليل نقاط القوة والضعف والأمور دي كلها، ويبدأ يقترح solutions، حلول. مثلا بدأ يقترح مثلا مشروع، هنعمل مثلا موبايل ابليكيشن نزود عليه الخدمات الإلكترونية بحيث الناس ما تجيش البنك، كل واحد عايز حاجة يخلصها من الابليكيشن وخلاص. والله اقترح مثلا اقترح تاني، نعمل فرع تاني، مقترح مثلا نعمل توسعة، اقترح مثلا نزود الخدمات اللي هي بتاعت الاي تي ام، نزود عددها، زود فيها الخدمات، الامور دي كلها. فبدا يعمل دراسه جدوى، ده هو البيزنس كيس بقى. تم دراسه الجدوى لكل مشروع، مثلا حساب الكوست والبنفيت لكل مشروع، الكوست والبنفيت، عمل كوست بنفيت اناليسيس. فتم اعتماد المشروع اللي هو هنعمل موبايل ابليكيشن محترم نزود عليه الخدمات الإلكترونية لأن البنفيتس بتاعته تبقى أعلى كتير من تكلفته. فهو ده البيزنس كيس اللي هي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، الإيكونوميك فيزيبيليتي ستادي، والمبرر اللي بدأ هذا المشروع. فعلى هذا الأساس تم تعيين مدير المشروع والفريق بتاعه، فبدأ مدير المشروع يشتغل، وتم تسليم المشروع، تسليم الابليكيشن، وبدأ الناس تستخدم الابليكيشن، بدأت الخدمة تبقى كويسة، الزحمة قلت في البنك، العملاء بدأت تزيد في البنك، البنك بدأ يكسب، بقى فيه رضا للناس، الناس بقت مبسوطة. فدي هي اللي بنسميها البيزنس فاليو، اللي هي القيمة، الفاليو اللي طلعت نتيجة لتشغيل هذا المشروع. فده موضوع مهم جدا 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 جدا. طيب ده شكل مهم قوي، مهم قوي تبقى فاهمه. ده شكل بيوضح لك مرحلة ما قبل المشروع البري بروجكت وورك، ومرحلة المشروع نفسه البروجكت لايف سايكل، ومرحلة ما بعد المشروع البوست بروجكت وورك. أول مرحلة عندي اللي هي البري بروجكت وورك، مرحلة ما
ما قبل المشروع دي مرحلة تقييم الاحتياجات النيتس اسسمنت، دراسة الجدوى، وضع المنافع بنفيتس بلان، وبعد كده بنبدأ المشروع بتاعنا. بيبدأ تعيين مدير مشروعنا في مرحلة البدء، بيبدأ بقى يعرف المعنيين، يبدأ يكرييت البروجكت تشارتر، وبعد كده يروح يخطط للمشروع، يعمل بلانينج ويعد البلانز المختلفة، بعد كده بيروح ينفذ المشروع، مرحلة التنفيذ implementation، ينفذ الاكتيفيتيز والحصول على الديليفرابلز، وفي النهاية يتم إغلاق المشروع وتوثيق بقى الدروس المستفادة وتسليم المنتج. وخلاص يمشي مدير المشروع. بعد كده بنخش في مرحلة أخيرة اسمها البوست بروجكت وورك، دي بقى مرحلة ما بعد المشروع. بنبدأ بقى نخش في مرحلة الأوبريشن، تشغيل والصيانة والمينتننس وهكذا. وطبعا هنا على مدار المشروع بنعمل متابعة وتحكم، مونيترينج وكنترولينج. الشكل ده مهم قوي، يبقى دايما في بالك ودايما في دماغك، تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي. فطبعا احنا الكورس بتاعنا اغلبه في الحتة دي، ده اللي يهمك اكتر شيء كمدير مشروع، مرحلة اللي هي البروجكت لايف سايكل، دورة حياة المشروع. وده كان اول تاسك اتكلمنا عنه النهاردة، هي تحديد الطريقة اللي بنمشي عليها في المشروع اجايل ووترفول هايبرد، وعرفنا ايضا دورة حياة المشروع، وعرفنا الفرق بين البيزنس نيد والبيزنس كيس والبيزنس فاليو. التاسك الثاني اللي معانا النهارده بلان اند مانج سكوب، تخطيط النطاق وادارته. ده التاسك الثاني في دومين اتنين، دومين البروسس. المفروض اول حاجه تعملها كمدير مشروع في مرحلة التخطيط، يعني ضربة البداية دايما في مرحلة التخطيط في البلانينج، بعد ما انتهيت خلاص من مرحلة البدء، انك تبدأ تخطط للنطاق، تبدأ تعمل سكوب بلان، تبدأ تحدد النطاق بتاع المشروع، تجمع المتطلبات، يتم اعتماد نطاق المشروع والحصول بقى على السكوب لاين، الخط المرجعي للنطاق. ده موضوع مهم جدا هكلمك عليه النهاردة ان شاء الله، هو الموضوع ده، موضوع إدارة النطاق للمشروع، البروجكت سكوب مانجمنت، اللي بيحتوي على بروسيسز، عمليات منها في مرحلة التخطيط، وعمليات أيضا في مرحلة المونيتورينج والكنترولينج، المراقبة والتحكم. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، في بس كده كام ديفينيشن، كام تعريف عايز أقوله لك. مهم قوي تبقى عارف يعني ايه Project Management Plan، خطة ادارة المشروع. ده عبارة عن ايه؟ دي خطة هي اللي بتقول لي ازاي انفذ المشروع، ازاي اعمل مراقبة وتحكم، ازاي اقفل المشروع. في الحقيقة هي مش عبارة عن خطة واحدة ولا حاجة، هي بتضم كل الخطط اللي حواليها دول. يعني البروجكت مانجمنت بلان جواها ايه؟ جواها السكوب بلان، جواها الريكويرمنتس بلان، جواها الكوست بلان، جواها الكواليتي بلان، جواها الريسورس بلان والكوميونيكيشن بلان والستيك هولدر بلان والريسك بلان والبروكيورمنت بلان والسكجول بلان والسكوب بيزلاين والسكجول بيزلاين والكوست بيزلاين. شفت كل الالوان دي، كل البلانز والبيز لاينز دي، دي جوه البروجكت مانجمنت بلان. ده مبدا معروف عندنا في اداره المشاريع اسمه مبدا الاب والابن، الفذر والصن. مين الاب؟ ده الاب اهو. مين يعني؟ طب فين عياله؟ اهو دي كلها العيال بتاعته اهي، كل البلانز دي والبيز لاينز دي، تمام. فاحنا ان شاء الله على مدار كذا محاضرة هنطلع كذا بلان، يعني مثلا النهاردة ان شاء الله في محاضرة السكوب هنطلع السكوب بلان والريكويرمنت بلان والسكوب بيزلاين. في المحاضرة اللي جاية هنطلع ان شاء الله السكجول بلان والسكجول بيزلاين. في المحاضرة اللي بعدها هنطلع الكوست بلان والكوست بيزلاين.
في المحاضرة اللي بعدها هنطلع الكوست والكوميونيكيشن والستيك هولدر وهكذا وهكذا. يعني في كل محاضرة بنطلع خطة أو بيز لاين، وفي النهاية خالص هنعمل انتجريشن، تكامل بقى لكل البلانز دي في خطة واحدة بس، نسميها ايه؟ نسميها بروجكت مانجمنت بلان. يبقى دي يعني هنطلعها في اخر محاضرة ان شاء الله، واعرفك ان هي بتحتوي على كل اللي حواليها دول. دي بقى اللي انا هنفذ بيها المشروع، اتابع بيها، اقفل بيها المشروع وهكذا. ايه الفرق ما بين البرودكت والمشروع؟ البرودكت المنتج هو المخرج بتاع المشروع. منتج ممكن تطلع موبايل، تطلع طريق، تطلع بيت، تطلع ايا كان منتج. طب يعني ايه بروجكت؟ المشروع هو مسعى مؤقت، temporary endeavor، بنفذ المشروع ده عشان خاطر اطلع اوتبوت مخرج، ممكن يكون برودكت، سيرفيس، ريزلت، منتج، خدمة، نتيجة. ودائما المشروع بيكون ليه بداية ونهاية. طب يعني ايه سكوب؟ السكوب معناها نطاق، نطاق العمل. طب كلمة سكوب لما بيجي جنبها كلمة فهي بتفصلها، يعني product سكوب يعني نطاق المنتج، يعني تفاصيل المنتج. طيب project سكوب يعني نطاق المشروع، يعني تفاصيل المشروع. طيب هو ايه الفرق اصلا ما بين البرودكت سكوب والبروجكت سكوب؟ ايه الفرق بينهم؟ تعال اقولك. اول حاجة البرودكت سكوب، نطاق المنتج، معناها المنتج شكله عامل ازاي، ايه هي الفيتشرز، الفانكشنز، الوظائف بتاعة المنتج ده. يعني لو عنده مثلا موبايل، مثلا الموبايل ده لونه ايه؟ لونه ابيض مثلا. طب كام انش سايز بتاعه، طوله، عرضه، ارتفاعه، الكاميرا بتاعته قد ايه، كام ميجا بيكسل، فاهم ازاي، الكاميرا اللي عندك، الذاكره قد ايه، والحاجات دي كلها. طيب لو عندي بيت مثلا، لو عندي فيلا، عندي بيت، البيت ده كام دور، 3 ادوار مثلا، مساحته قد ايه، 200 متر مسطح، تم كل طابق او كل دور جواه ايه، كام غرفة، تمام، الواجهة شكلها عامل ازاي. فدي كلها تفاصيل المنتج، يعني المنتج شكله عامل ازاي. انما البروجكت سكوب ده تفاصيل المشروع، ده نطاق المشروع نفسه، هو الشغل اللي انا ببذله عشان اسلم المنتج، اي افورت، اي مجهود ببذله عشان اسلم المنتج. في المثال بتاع ان انا مثلا بعمل بيت مثلا، اعمال الكونستراكشن كلها، الحفر والردم والخرسانات والتشطيبات والرسومات واعتماد الماتيريالز والمستخلصات، كل ده تحت مسمى البروجكت سكوب او نطاق المشروع. فاعتقد دلوقتي بقينا خلاص فاميليارز مع الفرق بين البرودكت سكوب والبروجكت سكوب، ويعني ايه بروجكت مانجمنت بلان. دول كانوا كام مصطلح حبيت ان انا يعني تبقى عارفهم قبل ما نبدا في تفاصيل الشابتر بتاعنا النهارده. انا جاي اكلمك على ايه؟ على البروجكت سكوب مانجمنت، اداره النطاق للمشروع. عشان ادير النطاق بتاع مشروعي او السكوب، محتاج ان انا امر على 6 عمليات، 4 منهم بطبقهم في مرحلة التخطيط للمشروع وانا بخطط لمشروعي، وعمليتين بعملهم وانا في المونيتورينج والكنترولينج، المراقبة والتحكم. طبعا اول ما تشوف ان في عمليات كتير كده، تعرف ان انا هنا بتكلم على الووترفول، النهج التقليدي. هنا بقى مش بتكلم على الاجايل. اجايل بيقول لك لا، التفاعل بين الافراد والمعنيين ده اهم من البروسيس والتولز. هناك بيبعدوا عن البروسيس الكتيره والدوكيومنتيشن الكتير والكلام ده كله. هنا في النهج بقى التقليدي كل شيء ماشي بعمليه، ببروسيس،
فاول عملية عندي بعمل خطة للنطاق، بعمل سكوب بلان، خطة تقول لي هدير السكوب ازاي. بعد كده بروح نجمع المتطلبات، collect requirements، تجميع متطلبات المشروع. بعد كده هنروح ندفاين السكوب، تحديد نطاق المشروع. بعد كده بروح اعمل WBS، الورك بريك داون استراكشر، هيكل تجزئه العمل، واعتمد بقى نطاق المشروع بتاعي. وعلى مدار المشروع بنعمل بقى العمليتين دول، فاليديت سكوب، تحقق من النطاق، وكنترول سكوب، تحكم في النطاق. دلوقتي هنمسك بقى كل عمليه ونبدا نشرحها بالتفصيل. النهارده الموضوع جميل، موضوع بسيط وماشي بتسلسل، ممكن يقابلنا كم مصطلح جديد، ولكن في الاخير الموضوع بسيط قوي. اول عمليه من اصل 6 عمليات هكلمك عليهم، وهي وضع خطه اداره النطاق، بلان سكوب مانجمنت. الغرض منها هو الحصول على السكوب مانجمنت بلان، خطه اداره النطاق. تعال كده ابسطها لك ونتفق على حاجه مهمه. اي حاجة عايز تديرها صح اعمل لها خطة. انت عايز تذاكر فبتعمل study plan، خطة مذاكرة تمشي عليها، تقولك هتعمل ايه النهاردة وبكرة وتمشي ازاي وذاكر ايه. عايز تسافر بتعمل خطة للسفر بتاعك. هنا انا عايز ادير السكوب فهعمل خطة تقول لي هدير السكوب ازاي. فالسكوب الان ما فيهاش تفاصيل، هي بس بتقول لك عشان تدير السكوب هتعمل كل البروسس اللي هتيجي بعدي. يعني شوف، ابدا جمع متطلباتك، حدد نطاق العمل بتاعك، ديفاين سكوب، كاريت الدبليو بي اس، اعتمد النطاق بتاعك، ودايما سلم اي شيء يطلع للعميل، اعمل سكوب فاليديشن، ودايما اعمل كنترول على السكوب بتاعك باستمرار. بس هي دي السكوب بلان، ما فيهاش اي تفاصيل خالص، كلمتين بتدي لك شويه ارشادات بس، جايد لاينز، تقول لك اعمل كذا وكذا وكذا، جمع متطلباتك، حدد نطاقك، اعتمد النطاق، اعمل فاليديشن باستمرار، وكنترول على السكوب، بس كده. فيلا بينا دلوقتي نبدا في عمليه وضع خطه اداره النطاق، نعمل سكوب بلان. دي عملية الغرض منها ان انا اعمل كارية السكوب مانجمنت بلان. وعشان هي بلان دايما بتقول لي هاو، ازاي ان انا هحدد البرودكت سكوب والبروجكت سكوب، احددهم ازاي، اعمل عليهم فاليديشن ازاي، كنترول ازاي، وهكذا. السكوب بلان بتدينا الجايدنس، الارشاد والتوجيه والدايركشن، فهي بتقول لك هاو سكوب ويل بي مانجد ثرو اوت ذا بروجكت، ازاي نطاق المشروع ده هيتم ادارته على مدار المشروع. فعشان نعمل السكوب بلان محتاجين نطبق شويه تولز وتكنيكس. تي تي معناها تولز وتكنيكس. والله يمكن اروح استشير خبير، نعمل اكسبرت جادجمنت. ده ممكن يكون شخص عندنا في الشركه نفذ مشروع قبل كده مشابه لمشروعي، استشيره نعمل السكوب بلان ازاي، التولز اللي محتاجها ايه، او خبير او حد بالبيم او مدير مشروع في مشروع سابق، اي حد نفذ مشاريع مشابهه في نفس المجال اللي انا شغال فيه، وابدا ان انا اعمل تحليل بدايل alternative analysis، اشوف بقى مثلا هنجمع المتطلبات ازاي باي تولز وتكنيكس زي ما هنعرف بعد شويه. نعمل شويه اجتماعات، اقعد مع التيم، مع الستيك هولدرز، مع السبونسر، ونشوف يا ترى يعني ازاي هنعمل السكوب بلان، ايه التولز اللي احنا هنحتاجها، والامور دي كلها لحد ما نوصل للسكوب مانجمنت بلان. احنا عملنا اجتماعات وتحليل بدايل واستعانة بخبير، كل ده عشان اطور السكوب بلان. زي ما قلت لك السكوب بلان هي جزء كومبوننت من حاجة اسمها البروجكت مانجمنت بلان،
انا قلت لك من شويه ان في حاجه اسمها بروجكت مانجمنت بلان. جواها ايه؟ جواها مجموعه بلانز كتيره، سكوب بلان، ريكويرمنت بلان، سكيدجول بلان، كوست بلان، كواليتي بلان، تشينج بلان، ريسك بلان، بروكيرمنت بلان، كونفيجريشن بلان. فالسكوب بلان اللي هي دي هي كومبوننت، جزء من البروجكت مانجمنت بلان، اللي بتقول لك ازاي او هاو السكوب ده يتم تحديده وتطويره ومتابعته والتحقق منه. فبالاخر كده السكوب بلان بتساعدك على معرفه، او هي بتقول لك انت محتاج يكون عندك بروسس تعد فيها السكوب ستيتمنت بتاعك، بيان نطاق المشروع، محتاج بروسس تكريت فيها الـ WBS، محتاج بروسس تعتمد فيها البيزلاين، محتاج بروسس تاخد فيها الفورمال اكسبتنس والقبول الرسمي على الديليفرابلز اللي انت بتخلصها بتفنشها اثناء المشروع. فهي بتدي لك جايدنس بس، ارشادات فقط، انما السكوب بلان نوت ذا بروجكت سكوب، دي مش السكوب نفسه. السكوب نفسه هنطلعه بعد شوي في عمليه خاصه بيها، انما دي مجرد بس كده بلان، يعني بتقول لك ها وازاي بس، وشويه عمليات تقول لك اعمل لي العمليه دي والعمليه دي والعمليه دي وهكذا. يعني هي من الاخر كده خلاصه الكلام، السكوب بلان بتقول لك هتعمل دي وهتعمل بروسس دي وهتعمل دي وهتعمل دي، بس كده. هو ده السكوب مانجمنت بلان، ما فيهاش تفاصيل. يعني العمليه الثانيه والمهمه جدا اسمها كوليكت ريكويرمنتس، تجميع متطلبات المشروع. هنبدا دلوقتي نجمع متطلبات المشروع ونسجلها في سجل اسمه ريكويرمنت دوكيومنتيشن، وثائق المتطلبات. فاكرين في الاجايل كان في عملية مشابهة ليها، لما كنت انا كمالك منتج بروح اقعد مع العميل واجمع منه الريكويرمنتس بتاعته واسجلها في البرودكت باكلوج، سجل اعمال المنتج. هنا بقى مفيش باكلوج، هنا عندنا حاجة اسمها ريكويرمنت دوكيومنتيشن، فهي نفس الكونسبت يعني. فهنا عايزين بقى نقعد ونجمع المتطلبات من المعنيين ونشوف وجهة نظرهم عايزين ايه من المشروع ده. طبعا هذه العملية انا هتكلم فيها من برسبكتيف او من وجهة نظر مدير مشروع المالك، لان المقاول هنا لسه ما ظهرش. يعني المقاول مش هو اللي بيعمل السكوب ولا بيجمع متطلبات المشروع، انا بتكلم من وجهة نظر المالك نفسه. احنا لسه يدوب عندنا فكرة عايزين نجمع عنها المتطلبات، عايز اعمل فندق مثلا، فعايزين نبدأ دلوقتي لسه نجمع الريكوامنس بتاعة الفندق بتاعة المشروع ده. فدي عملية مهمة، دي ضربة البداية اسمها collect requirements process، تجميع طلبات المشروع. هي البروسس اللي بيتم فيها بقى تحديد وتوثيق وإدارة احتياجات المعنيين لتحقيق أهدافه. فالبروسس دي هي البيزس، هي الأساس بالنسبة لي عشان أقدر أحدد نطاق المنتج ونطاق المشروع بتاعي. بدون العملية دي أنا ما أعرفش أروح أحدد نطاق، أحدد نطاق إزاي وأنا ما عنديش متطلبات. فعشان أدفاين البرودكت سكوب، البروجكت سكوب، لازم أعمل هذه العملية collect requirements. طيب دلوقتي مثلا عايزين نعمل فندق 5 نجوم، ده المشروع بتاعنا، هنعمله ازاي؟ لازم في البداية انا مثلا كمدير مشروع او محلل اعمال نروح نقعد مع الستيك هولدرز، نعرف هم عايزين ايه في الفندق ده، ايه وجهة نظرهم في الفندق ده، ايه الفيتشرز اللي عايزينها، الريكويرمنتس، المواصفات، الامور دي كلها. فتجميع المتطلبات هي عملية مش بسيطة طبعا يعني، وانا مش بستخدم تكنيك واحد في جمع المتطلبات، انا عندي طرق كتيرة ممكن نجمع بيها المتطلبات، دي بنسميها الستيشن تكنيكس. طيب ايه الفرق بين الستيشن وجاذرينج مثلا او كوليكت؟ هي
لو حطيتهم على جوجل هتلاقي نفس الفكرة يعني جامع المتطلبات، بس كبيزنس هما مش نفس بعض بالظبط قوي، في فرق بينهم شوية. الفرق بين الستيشن تكنيك وجازرينج مثلا تكنيك. جازرينج معناها ان انت في متطلبات موجودة بالفعل واضحة وانت بتجمعها بس وبتوثقها على السريع. انما الستيشن معناها ان انت بتستنبط او بتستخرج المتطلبات من داخل دماغ الشخص اللي قدامك، يعني هي مش واضحة قوي او هي جواه او هو مش عارف يعبر عنها، وانت اللي بتحاول معاه تسأله اسئلة معينة فيرد عليك فتعرف، فانت بتستخرج فبتطلع من جواه اللي هو عايزه في المنتج، بتعرف دماغ العميل دي جواها ايه، هو عايز ايه بالظبط. زي مثلا بالظبط يعني هديك تشبيه كده بسيط، زي مثلا دكتور الاطفال مثلا، ده الطفل ما بيقدرش يعبر هو عايز ايه، فانت بالطريقة بتحاول ان انت تستنبط تستخرج هو بيشتكي من ايه، بتلاقي شوية صعوبة. ده نفس القصة. انما جازرينج عادي، انت قاعد مع واحد عنده 40 سنة بتقول له انت مالك، بيقول لك انا عندي كذا وكذا وكذا، يعني هو عارف هو عايز ايه، فانت بتسجل وراء اللي هو عايزه وخلاص. فدي حاجة ليك انت يعني في كبزنس يعني. فاللي هيدرس بي بي ايه هيعرف الكلام ده بالتفصيل، يعني شهادة ممتعة جدا فيها امور حلوة كتير. طيب عشان نجمع المتطلبات ممكن نستخدم التولز والتكنيكس اللي قدامك دي. ممكن نعمل عصف ذهني مثلا. يعني ايه عصف ذهني؟ يعني توليد افكار جديدة. هنعمل جلسة مع بعض، انا مثلا هقعد مع المعنيين اصحاب السلطة والقرارات اللي انا هجمع منهم المطلبات الخاصة بالفندق ده. هنعمل زي اجتماع كده او جلسة، فكل واحد بيبدأ ان هو يولد فكرة جديدة، تمام، نيو ايديا ريليت طبعا بالفندق اللي احنا عايزين نعمله الخمس نجوم، وهكذا. واحد يخلص التاني يبدا يقول، وهكذا عمليه كده تسلسليه، ونجمع اكبر عدد من الافكار والمتطلبات الخاصه بالمنتج ده. اللي يقول لك مثلا احنا عايزين الواجهه تكون عامله ازاي، عايزين هنا مطعم بالطريقه دي، عايزين هنا نعمل جيم، هنا مثلا قاعه اجتماعات، عايزين الغرف تبقى شكلها عامل ازاي، المواقف، الباركينج، اللاندسكيب، يعني بنطلع افكار. طيب احيانا المعنيين لوحدهم ما بيكونوش عندهم الخبره الكافيه ان احنا نعتمد عليهم بس، فممكن نستعين بخبير، نعمل فوكس جروب، مجموعات تخصصية. استعين بسابجكت ماتر اكسبرت، خبير متخصص في المجال، اسأله، استعين بيه اعرف اكتر عن توقعاته، يساعدنا في جمع المتطلبات. لو المعنيين كانوا عددهم قليل او واحد بس اللي هجمع منه مثلا المتطلبات، فممكن نعمل انترفيوز وخلاص، اسأله اسئلة يجاوب عليها واسجلها وخلاص، فتبقى عملية سهلة مباشرة. طيب لو المعنيين عددهم كتير ومش موجودين في مكان واحد، فممكن نعمل استبيانات كوتشانير اند سيرفيز، بتكون عبارة عن اسئلة مصممة جاهزة بتتبعت للناس يردوا عليها بشكل سريع وخلاص، فاقدر اجمع اكبر عدد من المتطلبات في اسرع وقت. او ممكن نعمل حاجة اسمها بنش ماركينج، مقارنات الاداء، ودي كلنا عارفينها تقريبا يعني. فانت بتعمل ايه؟ انت بتشوف المنافسين ليك عاملين ايه او ايه المميز عندهم، هتشوف الفنادق التانية الخمس نجوم اللي زيك في نفس مجالك وتجمع منهم، تحاول تاخد منهم افكار. هتشوف بقى الهيلتون والفيرمونت والانتر كونتيننتال وراديسون بلو كل الفنادق التانية دي، اكيد هتقدر تجمع منهم افكار كويسة وتبدأ تطور عليها وتحط التاتش بتاعك بقى. بتبقى كده يعني ماشي في الشارع وتشوف كده سيارة جاية عليك من بعيد، تقول السيارة دي رينج روفر، تقرب عليك شوية فتطلع صيني شنجان.
هم يعني هم الجماعه دول عملوا ايه؟ كوبي بيست، اخدوا الديزاين وحطوا اللوجو بتاعهم وخلاص، تاتش كده بسيط وخلاص يعني. فدي يعني يعني ايه، بنبدا من حيث انتهى الاخرون، ده هو البنش مارك. تمام التمام. فدي كلها طرق نقدر نجمع منها requirements. وطبعا دي بقى اللي انا شرحته من شويه، زي ما قلت لك البرين ستورمينج بيستخدم to generate او لتوليد new ideas، افكار جديده تتعلق بنطاق او المنتج بتاعك. او بنعمل انترفيوز طبعا زي ما قلت لك، طريقه مباشره تمام، بجمع بيها معلومات وافكار بشكل مباشر من المعني. بتبقى حلوه الانترفيوز امتى؟ لو مثلا محتاج اعرف معلومات سريه confidential information، مشروع مثلا حساس، في معلومات حساسه ما ينفعش اي حد يعرفها، فانترفيو بيبقى كويس يعني. او بنعمل فوكس جروب، مجموعات تخصصيه يعني، بنجيب المعنيين والسبجكت ماتر اكسبرتس والخبراء المتخصصين، نعرف اكتر عن الاكسبكتيشنز بتاعتهم. او بنعمل استبيانات واستقصاءات، questionnaires and surveys. دي لما يبقى عندك عدد كبير من المعنيين، large number من الستيكهولدرز، فمحتاج اجمع منهم متطلبات بشكل كويكلي بشكل سريع، فده هيكون بشكل احسن يعني. الاستبيانات دي هنبعت لهم اسئلة مثلا تكون مصممة بشكل معين، تتبعت لهم بطريقة معينة ويجاوبوا عليها صح وغلط بقى، multiple choice ايا كان. وطبعا زي ما قلت لك البنش ماركينج ايضا سهلة، بنعمل فيها مقارنات سواء داخلية او خارجية يعني، مع مشاريع في الشركة عندنا او حتى مع شركات اخرى خارجية external، لتحديد البيست براكتسز، افضل ممارسات متبعة. ده هيساعدك ان انت جينيريت ايدياز ايضا، تاخدها وتحسن عليها وتطور وتكون اساس لقياس الاداء وهكذا. فده كان بالنسبة لموضوع البنش ماركينج. فدلوقتي لما قعدنا طلعنا بمجموعة افكار كتير ومتطلبات مختلفة، اكيد مش هيتم اعتمادها كلها. مثلا طلعنا بمية فكرة، فاكيد مش هنعتمدهم كلهم، فممكن نعمل تصويت فوتينج لصنع قرار معين للاتفاق على مجموعة متطلبات معين. فالفوتينج مهم جدا لأشكال مختلفة. ممكن ناخد برأي الإجماع. الإجماع معناها أن كل الناس موافقة على المتطلبات دي، فخلاص فناخد بيها كلها. أحيانا ما بيكونش عندي إجماع، بيكون مثلا في أغلبية اللي هم أكتر من 50% من المشاركين، فكده هناخد القرار بالأغلبية بالماجوريتي. أحيانا ما بيبقاش عندي ماجوريتي، بيبقى عندي حاجة اسمها أكثرية. أكثرية لو أنت ما عندكش 50%، عندك أقل، عندك جروبس، فبتاخد أكبر جروب فبتمشي معاه. مثلا في جروب 44%، في جروب مثلا 10%، في جروب 4%، في جروب 22%، فبمشي مع أكبر مجموعة يعني. في بقى طريقة تانية اسمها أوتوكراتيك ديسيشن ميكينج، ده ما بناخدش بقى رأي حد، واحد بس، شخص واحد بس عنده سلطة، عنده صلاحية، هو اللي بياخد القرار، هو اللي بياخد responsibility بالنيابة عن باقي الناس، بالنيابة عن باقي الناس اللي موجودين. فده شكل الايه، الفوتينج، اجماع، اغلبية، اكثرية، او autocratic decision making. ايضا من الطرق الجميلة جدا اللي ممكن نستخدمها ايضا to generate new ideas، لتوليد افكار ايضا جديدة، حاجة اسمها mind mapping، اكيد كلنا نعرفها يعني، اللي هي خريطة ذهنية. نعمل خريطة ذهنية، بنجيب خريطة زي كده بنبدأ نوقع عليها الافكار الاساسية بتاعتنا. احنا مثلا عملنا عصف ذهني brainstorming، طلعنا بافكار كتير، فهنيجي نحط مثلا هنا فكرة، هنا فكرة، هنا فكرة، هنا فكرة، هنا فكرة، هنا فكرة. فهنبدأ نمسك كل فكرة رئيسية، نطلع منها بأفكار تانية ثانوية أو فرعية وهكذا.
كل فكرة نستنبط منها أفكار أخرى وهكذا بالطريقة دي، فبتكون حلوة جميلة تجنريت الايه نيو ايديس اللي هي المايند مابينج يعني. حلو قوي. دلوقتي طلع عندي افكار ومتطلبات مختلفة، في عندي مثلا شوية متطلبات لهم علاقة بشغل مثلا شغل الكهرباء، احطهم هنا مع بعض في جروب. طلع عندي مثلا مجموعة متطلبات لهم علاقة مثلا بشغل اللاندسكيب والري والزراعة والكلام ده، طيب هنحطهم في عمود مع نفسهم في جروب يعني. طلع عندي شوية افكار خاصة بالشغل السيفل، نحطهم هنا. شغل الميكانيكا، افكار لهم علاقة نحطهم هنا. شغل الديزاين والحاجات دي فاللي احنا بنعمله ده اسمه affinity diagram. لما يكون عندك large number of ideas يعني افكار كتيرة، محتاج تصنفها في groups. فالطريقة دي اسمها affinity diagram، ان انت بتصنف الافكار المتشابهة مع بعض في جروب، في مجموعة مع بعض. ده بيسهل عليك الريفيو والاناليسيس، المراجعة والتحليل، وتحط مثلا عنوان لكل ايه لكل مجموعة افكار شبه بعض. تمام. فدي اسمها affinity diagram. ده تكنيك مشهور يعني ومعروف وسهل، الغرض بتاعه الكلاسيفيكيشن يعني. ايضا في طريقة تانية لجمع المتطلبات اسمها observation and conversation، الملاحظة او الحوار. يعني ايه ملاحظة وحوار؟ يعني مثلا دلوقتي احنا نجيب شخص يكون خبير، تمام، يعني فاهم كويس، نودي مثلا مشروع ما او مكان ما، يروح يشوف الناس بيشتغلوا ازاي، how they perform their jobs or tasks، ازاي الناس دي بتشتغل الوظائف بتاعتهم، المهام بتاعتهم، ازاي بيشتغلوا في بيئة عملهم، ازاي بيطبقوا البروسيسز بتاعتهم والامور دي كلها. فدي بتكون طريقة كويسة to uncover hidden requirements، الكشف عن المتطلبات المخفية. دي عبارة عن متطلبات وافكار ممكن ما نقدرش نطلعها بالعصف الذهني ولا بالاجتماعات ولا بالانترفيوز ولا بالحاجات دي، من ارض الواقع يعني. تشوف الناس بتشتغلوا ازاي، فنقعد مع نقعد نشوف الناس، ممكن نلاحظ بس، او كمان يتم عمل conversation كمان، حوار، نسأل الناس ويرد علينا ونفهم اكتر وهكذا. جماعة السوفتوير احيانا بيستخدموا حاجة اسمها context diagram، مخطط السياق. ده عبارة عن مخطط بيعمل لنا فيجواليز للمنتج بتاعنا، او بيوضح لي البرودكت سكوب بتاعي، نطاق المنتج بتاعي، يعرفني السيستم اللي انا شغال عليه ايه، البروسيس، الاكويبمنت، الاطراف اللي هتشتغل مع السيستم ده. مثال على القصة دي، انا مثلا عندي نظام اوردرينج سيستم، مثلا بعمل نظام لمطعم، العميل هيجي يطلب الاوردر اهو، هيرجع له مثلا فاتورة، هيروح نسخة منها مثلا للكيتشن وهنا للمانجر. فانا كده قدرت اعرض نطاق المنتج بتاعي، البرودكت سكوب قدام عيني اهو، عرفت السيستم بتاعي مين هيتفاعل معاه، الدنيا راحة فين وجاية منين وهكذا. بعد ما جمعت المتطلبات دي كلها، ممكن قبل ما اروح انفذ نعمل نماذج أولية، بروتوتايبس. يعني احنا عملنا عصف ذهني وكوتشنير وسيرفيز وبنشماركينج وبزرفيشن وانترفيوز، الأمور دي كلها. فالأفضل نعمل نماذج أولية أو عينات شبه كده، نعرضها مثلا على الستيك هولدرز عشان ناخد منهم الفيدباك بتاعهم قبل ما نبدأ ننفذ. ربما لما يشوفوا الحاجة قدام عينيهم، يشوف الفندق كده قدام عينيهم او المستشفى او الجامعة ايا كان، لا والله احنا محتاجين نعدل الواجهات دي، محتاجين نزود اللاندسكيب هنا شوية، محتاجين المواقف دي تزيد شوية وهكذا. فممكن المواضيع تختلف شوية.
فالنماذج الاوليه ممتازه جدا، هي طريقه بنقدر نحصل فيها على الايرلي فيدباك على المتطلبات قبل ما نبدا ننفذ بيفور اكشوالي بيلدينج ات. فطبعا يعني في اشكال كتيره للنماذج الاوليه زي الموكابس مثلا، تمام، او سمول سكيل برودكتس او 2D او 3D موديلز، يعني عندنا اشكال كتيره جدا. ودلوقتي الحمد لله طلعنا بمجموعه مختلفه من الريكويرمنتس، يعني بعد ما عملنا العصف الذهني والاجتماعات والانترفيوز والاستبيانات والامور دي كلها، طلعنا بعدد كبير من المتطلبات اللي هي واضحة قدامك في الصورة دي. طبعا المتطلبات ما بتكونش واحدة، يعني انواع مختلفة من الريكويرمنتس. سجلناها كلها فين؟ في وثائق المتطلبات requirements documentation. في عندنا متطلبات خاصة بالبزنس business requirements، وفي functional و non-functional requirements، في quality requirements، في project requirements، في stakeholder requirements، في transition and readiness requirements. طب تعالوا كده ناخد مثال على كل واحدة، تمام، عشان تشوف الدنيا فيها ايه. انا يهمني بس انك تفهم الموضوع، مش عايزك تحفظ حاجة. يعني ايه business requirements؟ طبعا هنا يعني انا يعني حاولت اشرحها لك بطريقة سهلة بسيطة بحيث تفهمها، انا يهمني تفهم الموضوع. دي عبارة عن متطلبات خاصة بالبزنس واحتياجات المؤسسة كلها، مش شخص واحد ولا فرد واحد، وبتكون هاي ليفل، يعني مش بتكون مفصلة، وبتكون على فكرة معروفة قبل ما نبدأ المشروع حتى، ومن قبل حتى ما يتعين مدير المشروع احنا عرفناها اصلا في مرحلة ما قبل المشروع. هي فيها الاسباب اللي خلتنا اصلا نبدأ المشروع ده، يعني مثلا هنعمل مجموعة مدارس بغرض التعليم ونشر العلم، هنعمل الفندق بتاعنا مثلا جنب المطار لان المكان ده فاضي ما فيهوش فنادق، فده سبب مقنع ان احنا نبدأ البيزنس بتاعنا هنا او نعمل الفندق هنا. هنعمل مستشفيات مثلا بغرض كذا كذا كذا، هنعمل مثلا منصة تعليمية ونحط عليها كورسات بي ام بي وار ام بي، الغرض نشر مثلا ثقافة البروجكت مانجمنت والريسك مانجمنت، والناس تاخد الشهادات والحاجات دي كلها. فدي بزنس ريكويرمنتس. في عندنا حاجة اسمها ستيك هولدر ريكويرمنتس، دي بقى عبارة عن متطلبات خاصة بشخص او مجموعة من المعنيين، ولازم انت كبروجكت مانجر تكون فاهمها بشكل جيد. زي مثلا بنعمل مستشفى، في واحد من المعنيين الرئيسيين او دكتور معين محتاج غرفة اشعة بطريقة معينة، او غرفة مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي، تمام، لمثلا للحد من حالة الحرجة بكورونا مثلا، او بنعمل موقع تعليمي بيمتريكس، سيد محسن محتاج الموقع ده يشيل مثلا 100,000 واحد مع امكانية دخول 2000 متدرب على الموقع في نفس الدقيقة بدون ما تحصل مشاكل. في عندنا حاجة اسمها functional requirements، متطلبات وظيفية. دي متطلبات مهمة او بتأدي وظيفة مهمة في المنتج ده، لو شلتها يتأثر المنتج تأثير مباشر. زي مثلا بعمل مثلا موقع تعليمي هنحط عليه كورسات مثلا، يعني فدي مثلا دي كورسات هتكون هتتباع لكل العالم يعني، فلازم نوفر طرق دفع مثلا فيزا، ماستر كارد، مدى، باي بال. لو مش موجودة طرق دفع يتأثر المنتج تأثير مباشر كده عن الخلل. دي بنسميها متطلبات وظيفية، اللي هو توفير بيمنت جيت واي او بيمنت ميثودز على الويب سايت. مثلا يكون في مثلا تحميل شهادة الحضور من الموقع، ده متطلب اساسي لان ده اساسي لدخول الامتحان، فلازم نجهز ده، وهكذا. في بقى عندنا متطلبات غير وظيفية بنسميها نون فانكشنال ريكويرمنتس. يعني ايه متطلبات غير وظيفية؟ هي مهمة بس لو مش موجودة في المنتج عادي، المنتج شغال من غيرها عادي، بس هي مهمة. ممكن مثلا نسميها متطلبات دعمة، زي مثلا موضوع السكيورتي،
يعني مثلا عامل الامن مثلا او موظف الامن اللي هو بيحرس الفندق، هو بيه من غيره وهو الفندق شغال عادي، هيأدي وظيفه وشغال والناس هتروح وتسكن والدنيا حلو، بس هو وظيفته مهمة لحماية الفندق. نفس الكلام مثلا بعمل موبايل ابليكيشن لبنك مثلا، وعايزين نمنع ان اي حد يعمل سكرين شوت لاي معلومات، فمثلا هنعمل منع سكرين شوت. هتيجي تعمل سكرين شوت مثلا هيطلع لك بلاك سكرين مثلا، مش تعرف تعمل سكرين شوت. دي حماية للمعلومات والكلام ده، دي متطلبات غير وظيفية لان هي ما دخلتش في صلب الموضوع او ما دخلتش في المنتج نفسه، هي حاجة بتدعمه، حاجة وثائق دعم يعني وهكذا. في عندنا حاجة اسمها Transition and Readiness Requirements. يعني ايه دلوقتي؟ دي متطلبات خاصة بتدريب بالتريننج مثلا لسهولة انتقال المشروع بعد انتهائه من مرحلة البروجكت مانجمنت الى مرحلة التشغيل. انت مشروعك مسيره هيخلص وهتعمل هاند اوفر وهتسلم مشروعك عشان يبدأ يروح مرحلة التشغيل والصيانة. هنا بقى بنتفق على مجموعة requirements زي مثلا التدريب. احنا والله هندرب الشركة اللي هتيجي تشغل المنتج ده، الشركة اللي هتيجي تشغل الفندق ده، هندربهم شوية على نظام اللي احنا السيستمز اللي احنا عملناها، نظام مكيفات، شبكة ري، كهرباء، مش عارف ايه، هنا 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 عملنا موقع الكتروني، موقع تعليمي، الديفلوبر العمل الموقع وكتب الاكواد وخلص، لازم يسلم الكلام ده للشركة مثلا اللي هتيجي تمسك اعمال الصيانة، فلازم يدربوا شوية ويعرفوا الكود والسورس كود والحاجات دي كلها. ففي عندنا حاجة اسمها Project Requirements، متطلبات مشروع. انا والله مشروعي ده هشتغله على ثلاث مراحل، مرحلة اولى، مرحلة تانية، مرحلة ثالثة. هنبدأ المرحلة الاولى بتاريخ كذا، هننهيها بتاريخ كذا، هنبدأ المرحلة التانية امتى بتاريخ كذا، هننهي المرحلة الثالثة بتاريخ كذا. فدي عبارة عن شوية milestones، يعني milestone dates، تواريخ مهمة يعني. وفي quality requirements، دي سهلة بقى، يعني متطلبات جودة، دي حاجة داخلة يعني، دي متطلبات خاصة بالجودة والمواصفات المطلوبة. عايز نوع معين من الرخام، نوع معين من الاسمنت، الخرسانة، الاسفلت، هنعمل اختبارات معينة على الخرسانة، على الاسفلت ده، على البروجرام ده، هنا هنا هنا. فدي حاجة شوية ليها علاقة بالكواليتي، بالجودة. فده كان بالنسبة لموضوع الريكوارمنتس، سهلة يعني، احنا قعدنا وجمعنا المتطلبات ووثقناها في وثائق المتطلبات requirement documentation، وتم تصنيفهم، تصنيف المتطلبات دي. في مخرج تاني اسمه requirement traceability matrix، وده مهم للامتحان الدولي، مهم جدا. requirements traceability matrix، مصفوفة تتبع المتطلبات، هي عبارة عن matrix بتعمل link او بتربط لي المتطلبات بالdeliverables اللي هتطلع. يعني احنا هنا بنتأكد ان كل requirement تم طلبه من المعنيين بيأد business value، بيضيف قيمة. يعني تقدر تقول هنعمل فلتر للمتطلبات، اي متطلب ما بيضيفش value هنحذفه، هنشيله مش هنعتمده. هنا هنربط كل requirement بالdeliverable بتاعه. مثلا كان في متطلبات خاصة، مثلا هنعمل جراج مثلا، ده requirement هيطلع اي جراج deliverable مهم وهيساعدنا في المنتج، هيضيف قيمة، خلاص ده اوكي بالنسبة لنا، وهكذا. لازم كل requirement موجود عندنا هنشوف بيطلع ايه، لازم يطلع value. فده هيكون عن طريق linking it to the business and project objectives. فطبعا ده هيساعدنا، المتريكس طبعا هيساعدنا ان احنا نعمل تراك للريكويرمنتس على مدار المشروع.
طبعا حتى في نهاية المشروع ايضا ممكن نراجع الميتريكس دي للتأكد ان المتطلبات اللي تم الموافقة عليها في وثائق المتطلبات تم تسليمها بالفعل. هنا جايب لك مثال على الموضوع بتاع المصفوفة. زي ما قلت لك انه مهم جدا ان كل requirement نربطه بالdeliverable للتأكد ان هو بيضيف business value وبيساعد على تحقيق اهداف المشروع، وكون عارف ايه المخرجات اللي هتطلع منها ومكانها فين. يعني مثلا هيتم عمل غرف تنفس صناعي في المستشفى، ده كان requirement متطلب. طيب هتكون مكانها فين دي؟ موجودة في اي مبنى، في اي سيكشن، في الدبليو بي اس مثلا، مبنى 6 5 7 وهكذا. فنفس الطريقة فنتأكد ان كل ديليفربل او كل ريكوارمنت فعلا بيطلع ديليفربل. ومهم جدا ان كل ريكوارمنت او كل متطلب يكون لي اي دي خاص بيه، يعرفه يميزه، وتكون المتطلبات دي ميجرابل وتستابل قبل القياس والاختبارات. ده موضوع مهم بقى. عند اغلاق المشروع وانت بتقفل مشروعك بتعمل كلوز للمشروع، هنستخدم الميتريكس اللي اسمها requirements traceability matrix للتأكد من ان جميع المتطلبات اللي تم الموافقة عليها في وثائق المتطلبات تم تسليمها بالفعل. ده شكل الميتريكس اهو، requirements traceability matrix. هنا بنيجي نحط الاي دي لكل requirement لكل متطلب، بنيجي هنا نوصف المتطلبات requirements description. هنا مثلا car garage bedrooms bathroom الحاجات دي كلها، يعني كل متطلباتنا. هنا مثلا testable و measurable اوكي تمام، مكانها فين؟ في WBS او في الورك بريك داون ستراكشر، الهدف بتاعها ايه وهكذا. لازم اربطها بالمخرج بتاعها بالديليفرابل بتاعها، هنطلع جراج وده مهم هيأد فاليو لينا في المشروع وهكذا. طيب تعال كده نحل السؤال ده. السؤال ده مهم قوي، بيجي دايما في الامتحان الدولي وبيتكرر. بيقول لك بالقرب من نهاية المشروع الكاستمر كليم ذات سم ديليفرابلز هاف نوت بين ميت and starting initiating a change request. العميل بيقول انه لم يتم الوفاء ببعض التسليمات وبدا يقدم طلبات تغيير. What should the project manager do next? تعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هل تراجع السكوبز لاين الخط المرجعي للنطاق، تراجع الابروفد تشارتر ميثاق المشروع المعتمد، او تصعد التغيير ده للسبونسر، او تراجع requirements traceability matrix؟ ايه الاجابة الصح هنا يا شباب؟ ده سؤال هيجي لك في الامتحان الدولي، مهم جدا، حط تحت جدا 67 خط. طبعا الاجابة الاخيرة زي ما انتم جوابين بالظبط، الله يفتح عليكم. انا قلت لك من شوية ملحوظة مهمة، طبعا الاجابة الصح هي دي. قلت لك من شوية هنا حاجة مهمة، عند إغلاق المشروع بيتم استخدام ميتريكس للتأكد من أن جميع المتطلبات اللي تم الموافقة عليها في وثائق المتطلبات تم تسليمها وهكذا. فهنروح نراجع الميتريكس اللي فيها الريكويرمنتس والديليفرابلز وكل حاجة. آخر حاجة عندنا في هذه البروسس بنطلع برضو بخطة اسمها requirement management plan. هي مجرد كده خطة بسيطة، طبعا هي جزء من البروجكت مانجمنت بلان اللي بتقول لك ازاي ان انت هتدير المتطلبات دي، ازاي هتوثقها، مثلا هتوثقها في requirement documentation، ازاي هيتم تحليلها وهكذا. كده احنا الحمد لله خلصنا العملية اللي اسمها collect requirements process.
وطلعنا بوثائق المتطلبات والمتريكس. وعشان نجمع المتطلبات رحنا استخدمنا شوية تولز وتكنيكس. استخدمنا الانترفيوز، الفوكس جروب، ورش عمل، طرق اخذ قرارات، فوتينج، استبيانات، استقصاءات، ملاحظات، بنش ماركينج، كونتكست ديجرام، حللنا بيانات. كل ده عملناه كتولز وتكنيكس عشان نطلع بالاوتبوت ده، الاوتبوت بتاعنا اللي هو المتطلبات بتاعتنا. كان عندنا انبوت كمدخل في هذه البروسس، يعني رحنا راجعنا للشارتر. الشارتر هو ميثاق المشروع اللي اتعمل في مرحلة البدء، اللي عمله السبونسر واعتمده، بيحتوي على هاي ليفل ريكويرمنتس، هاي ليفل سكوب، معلومات عامة عن المشروع، يعني بدايته ونهايته، السكوب بتاعه ايه بشكل عام، يعني مش مجرد، يعني هو عبارة عن صفحة واحدة بس، يعني بسيط خالص، كم كلمة بس. فال دي عبارة عن بروسس مش محتاج تحفظها ولا حاجة، يعني انا بس جبتها لك للفهم. يعني هو في الامتحان عمر ما يجي يقول لك سكور لي اوتبوت، ولا سكور لي تول وتكنيك، ولا سكور لي انبوت، لا مفيش الكلام ده في الامتحان. الامتحان كله سيناريوهات بس. انا جايب لك بس الصفحة دي عشان تعرف بس ايه اللي احنا عملناه في البروسس. احنا كده الحمد لله خلصنا عملية تجميع المتطلبات. عملية مهمة وسهلة على فكرة، يعني ما فيهاش صعوبة. تعالى كده لخصها لك تاني بسرعة. العملية دي كانت عبارة عن ايه؟ تجميع متطلبات المنتج. قعدنا مع الستيك هولدرز، استخدمنا طرق مختلفة لجمع المتطلبات، عملنا عصف ذهني، برين ستورمينج، واستبيانات واستقصاءات وانترفيوز وobservation conversation، وعملنا بروتوتايبس، نماذج أولية، والأمور دي كلها. وطلعنا بمجموعة متطلبات رحنا سجلناهم هنا في وثائق المتطلبات. كان عندنا أنواع مختلفة من المتطلبات، في project requirements، stakeholder requirement، business requirement، quality requirement، function requirement، non-function requirement، تمام، transition requirements. فجمعناهم كلهم وثقناهم هنا. فاكرين في الاجايل كنا بنعمل عملية زي دي؟ كان مالك المنتج بيروح مع يقعد مع العميل، يجمع متطلباته ويكتبها في الباكلوج. فهي نفس الكونسبت، اختلفت بس المصطلحات، يعني اختلفت عندنا هنا المسميات والمصطلحات، ولكن في الاخير هي عملية سهلة جدا جدا، ما فيهاش اي مشاكل خالص. الشابتر ده فهمه هتفهمه حلو قوي، بس لما يخلص، لما تدرسه كامل كده على بعضه هتلاقي بقى عندك واضح والامور تمام. وليكم عندي على فكرة مفاجأة في اخر المحاضرة، هقول لكم كده على مفاجأة حلوة في نهاية المحاضرة دي.